قرية مديان تبعد عن مركز المحافظة 11 كيلومتر، وموقع بئر مديان بالنسبة لقرية مديان هو يقع في الجنوب الشرقي للقرية على بعد تقريبا 500 متر من القرية القديمة والحديثة الآن. بئر مديان هو رمز تاريخي وديني لهذه المنطقة وعاصروه الآباء والأجداد ونحن من بعدهم. بئر مديان في يوم من الأيام كان هو مصدر المياه الرئيسي والرافد الرئيسي لأبناء المنطقة عموما لكافة حوائجهم اليومية. نطمح أن يكون بئر مديان معلم سياحي ديني كباقي المواقع السياحية الدينية في مملكتنا، وإن شاء الله أنه نقدر نحطه على الأرض الواقع وعلى خارطة السياحة السياحية الدينية إن شاء الله، علما بأنه يرتاده السواح من كافة أقطار العالم ومن داخل المملكة ومن خارجها. إحنا في موقع حقيقة يأخذ طابع ديني وطابع تاريخي. حقيقة هذا المكان تعاقبت عليه حضارات كثيرة، ومنها أرض مدين وهي قصة نبي الله شعيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد سيدنا شعيب قصته في 11 موضع في القرآن الكريم. هناك إشارات تشير أن هذا الموقع التاريخي الذي نحن الآن فيه هو من أقوى المواقع، يعني خلينا نقول بنرجح أنه تكون هي موقع هذه المدينة، وهي قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. فلذلك لما نرجع لبعض كتب التفسير نجد أنه يقول أنه هذا المكان مكان مدين قريب إلى بحيرة لوط. هذه إشارة. إشارة ثانية حقيقة في القرآن الكريم جزء يغفل عنها بعض الدارسين اليوم، وهي أن هذه المنطقة في قوم شعيب تعرضت إلى ثلاث أنواع من العقوبات. واحدة من العقوبات اللي هي الرجفة، فالرجفة هي بمصطلح اليوم هي الزلازل، وبالتالي كونها قريبة من حفرة الانهدام إذن ممكن يكون هذه المنطقة فيها صدع زلزالي من الناحية العلمية. أضف إلى ذلك لو تتبعنا مسار قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان، أن موسى عليه السلام جاء من أرض مصر وتوجه تلقاء مدين، واستمرت رحلته تقريبا 8 ليالي أو عند بعض العلماء 10 ليالي. جاء إلى هذه المنطقة استمر فيها حوالي 10 سنوات، ثم بعد ذلك توجه إلى أرض سيناء. فنجد أنه هذه المنطقة تقريبا هي أقرب منطقة للمعالم التاريخية والدينية، إضافة إلى أنه بعض الدراسات اليوم التاريخية عند بعض المعاصرين وحتى بعض المفسرين أشاروا أنه أرض مدين هي في الأردن في تابعة لبلاد الشام، وهنا حقيقة ما قالوا هذا الكلام عبثا. والناظر في واقع المياه الموجودة رغم هذه السنوات الكثيرة وتعاقب العمليات الجوية عليها يجد أنه المعالم القدسية المكان يشعر شيء من الرهبة في هذا المكان.